طب تليفون معممين، حد بيتصل نشوف. الو اتفضل. السلام. السلام عليكم. السلام. الو اتفضل. السلام. وعليكم السلام. أنا الإخباري اللي ما راح أورثك من الشيء وزير التخميس بدأت. الصوت عندك بيقطع. أنا الإخباري اللي ما راح أورثك على الخميس ومال اخباري. لله إذا اخباري. طب اتفضل. إيه طب حضرتك ما اتصلتش على تليفون الشيعة عليه العادي؟ لأن أنا أنت قلت لها خابرنا انا ايه؟ هيجي مرة، أنت قلت اتصل على تليفون ذاك الاتصال. انا قلت لك كده؟ قلت لك امتى؟ مش فاكر. إيه يوم اللي حاورتك على موضوع ماشي ماشي الخميس اتفضل. طيب ما عندك تسمع. ايه؟ اتفضل اتفضل، مفيش مشكلة، اتفضل إيه ما هو إشكالك على الرواية؟ اتفضل. ما هو إشكالك؟ اشكالي اكيد انت سمعته يعني، ولا انت نزلت بالباراشوت إيه واتصلت بيا؟ لكن إشكالك ليس في محل. أولا الباب الذي تقرأ منه بعلل الشرائع الشيخ الصدوق في الدولة الإسلامية والله أخير. باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين فدك لما ولى بالناس، أي إن هنا المطالب بعد التمكين. الحديث مبين، هنا الحديث أمامي عن محمد يقول: سألت أبا عبد الله قال له: لما لم يأخذ أمير المؤمنين علي عليه السلام فدك لما ولي بالناس، أي بعد أن تمكن، ولأي علة تركها؟ فقال: لأن الظالم. أما مسألة لماذا الزهراء ذهبت تطالب، هذا شيء يعني لازم. أبو بكر لم يصعد على المنبر وقال أنا سرقت، لا بد المطالبة تأتي بعدها أنه اغتصاب الحق. والآن في بحار الأنوار علام المجلس واحدة واحدة الجزء بس، الإسلامي واحدة واحدة، صفحة أنت ما تاخدنيش في دوكة معلش، ما تاخدنيش في دوامة لو سمحت، وما تسرعش الكلام يعني. أنت مش جاي، مش داخلين مسابقة هي. أولا أوكي يلا أنت تفضل. قلت أخذ الحق بعد التمكين، أخذ الحق يكون بعد التمكين. طيب ممكن علي بن أبي طالب ومع ذلك ما أخدش الحق، وقلت ممكن شنو هو اي واحدة واحدة بس، ممكن علي بن أبي طالب ومع ذلك لم يأخذ الحق، وعندما سألوه لماذا لم اين تأخذ الحق بعد التمكين قال إن أهل بيت لا نأخذ شيء أخذ منا ظلما، يبقى بعد التمكين تمام. طيب اي النبي نعم صلى الله عليه وسلم عندما مكن وفتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترد الحق، لماذا النبي رد الحق لو لم يسترد؟ لماذا إيه؟ النبي الإمام علي عليه السلام عندما مكن لم يرد حق فدك امتثالا لرسول الله عندما لم يرد داره بعد نهي جميل على قوي. طب لماذا لم تمتثل فاطمة رضي الله عنها وارضاها كما امتثل علي وكما امتثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة. هنا ثلاث إشكالات، أين تمكين فاطمة؟ فاطمة لم تكن متمكن. أما المسألة الثانية، واحدة واحدة فاطمة بس، في وأي بحار كلام يا ابني الأنوار. وخلاص، اسمعني بس، اسمعني اسمعني اسمعني. هو أنت بتقول فاطمة لم تكن ممكنة فلا الحق أن تطالب، تمام؟ لا انا لا لا اسمع، فاطمه لو لم تطالب بفد لما عرفنا اليوم ان ابو بكر في عقيده شيعيه سرق فد يا غير باشا الطالب، ازاي هذا ما امر عرفناش؟ ديني. معلش واحدة واحدة، يعني هو انت أي كلام وخلاص، أي محشي في أي حلة؟ هو أنتم مش أنتوا عندكم الإمامة قبل المطالبة بفدك ولا فدك قبل الإمامة؟ طالبة السيدة الزهراء بفدك يا أستاذ المطالبة بالإمامة من علي بن أبي طالب كانت قبل فدك أم فدك قبل الإمامة؟ أي المطالبة بالإمامة قبل فدك أم المطالبة بفدك قبل الإمامة؟ صراحة، يعني لا بالضبط، طالبوا بالاثنين، طالبوا بالإمامة والبلد. يا أستاذ هو أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم مش المفروض إن علي يأخذ الخلافة؟ أي نعم جميل قوي. طيب يبقى إذا الإمامة قبل فدك. لست أنت ما واحدة واحدة، هي ليس قصة الضرب عندكم، قصة الضرب قبل فدك ولا بعد فدك؟ قصة الضرب قبل فدك. خلاص يبقى قصة الضرب جات عشان الإمامة، يبقى قصة الضرب قبل فدك مش بعد فدك، تمام؟ يبقى هو لما طالب بأرض فدك يبقى إذا الناس كلها عرفت إن أبا بكر ظالم. يبقى ليه بقى تروح تبين للناس إن هو ظالم كمان؟ ما هو عرفوا إن هو ظالم لأنه اغتصب الخلافة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اسمعني بس، هتبين لمين إن هو ظالم؟ سؤال بس بيطرح نفسه يعني.
هتبين لمين ان هو ظالم، هتبين للثلاثة أربعة اللي معاها، سؤال بس، هتبين للثلاثة أربعة اللي هم ما ارتدوش. اوكي، انت اول انت سالت، اسمع جواب القطع. اولا جوابي على سؤالك الاول، لماذا تبين لمين؟ اسمع اسمع، لماذا طالبت في بشكل في بحق انوار العلامه في الجزء 93؟ تقول فاطمه الزهراء عليه السلام: يا شقي اخرجني والزمك الحدث، كما قال لها عمر: ما بال ابن عمك اي علي بن ابي طالب قد اوردك في يا الجواب استاذ احمد، وتلك وراء الحجاب؟ استاذ، هو الحديث اللي انت حضرتك بتقراه ده من صحيح مسلم؟ لا، ده من صحيح من البخاري؟ تحت الانوار. اسمع، من صحيح البخاري؟ لا، من تحت الانوار. من صحيح مين ده؟ اقول له من بحار الانوار، يقول لي يبقى بحار الانوار تبل وتشرب ميته. انا مالي انا، انت بتلزمني ببحار الانوار ليه؟ انا مالي انا، ده تبل حضرتك وتشربه مره الصبح ومره بالليل. لا، مع جواب، اسمع، لا تقاطع. جواب ايه؟ انا يعني ماليش دعوه الامام بجوابك واقف انا، عليه، انت بتلزمني بحار الانوار ليه؟ انا مالي بحار الانوار قال من الكتب الشيعية، أنت يا طالب باشا؟ من انت الكتب تلزم نفسك الشيعية. بالكتب الشيعيه، لكن لما تيجي تلزمني انا لا، تلزمني بكتبي انا. أوقف، أنت طالب، اسمع بس اسمعني، أنت طالب عن رواية من الكتب الشيعية، يا غير باشا أنت انا راجع من اطرح الكتب زي ما الشيعية. انا عايز من الكتب الشيعيه، لكن انت لما تيجي تلزمني تلزمني من كتب السنيه مش من الكتب الشيعيه. انا بس مالي اسمع، انا واسمعي، أنت بسبب يعني أزمة يعني، انا بس شيعية، اديك بسبب مثال، أن بس اديك مثال الرواية بسيط، بس اديك مثال بسيط، اديك مثال بسيط. انت الان طرحت عليا شبهه، مثلا انت الان طرحت عليا شبهه مثلا في صحيح البخاري، فانا اجي اقول لك لا، صحيح البخاري الحديث الثاني كذا كذا كذا، وافضل اتكلم لك في كتب السنه. طبيعي ان انت هتقول لي طب انا مالي، دي كتبك انت، انا مالي. فنفس الشيء، لكن انت مثلا لما تيجي تكلمني في صحيح البخاري اقول لك طب انت بتعترض على صحيح البخاري او بتعترض على الحديث ده في صحيح البخاري ليه؟ طب ما انت عندك شبهه في بحار الانوار، عندك شبهه في من لا يحضره فقيه، عندك شبهه في الكافي، عندك شبهه في فساعتها انا القي عليك الحجه لان عندك شبهه في كتبك. لكن انت جاي، انا الحديث مطروح من كتب الشيعه، عايز تبرره لي الكتب الشيعه؟ طب انا مالي؟ أجاوبك أجاوبك أجاوبك. تسمع، أنت سلام، أنت أولا يعني أنت قناتك مليئة برد شبهة، يعني أنت الآن قناتك إذا واحد فتحها مليئة برد شبهة رضاع الكبير، كل شيء عليك أبروك، أنت ترد كتبك وتقول أن يضع الحليب في إناء، هذا كتبك الرد، لا يا وهذا باشا، عين انا لا الصواب يا باشا، كما انت اخطات. قال انا بقول له ايه؟ اسمعني بس، كما انا بقول له ايه؟ اسمعني بس، اسمعني اسمعني اسمعني، انا بقول له قال ايه؟ أهل اولا عندنا الارضاع بيكون عن طريق الاناء، وبعدين يا إيه؟ شيخ إذن انت شنو؟ اسمعني بس، إذن اسمعني، يا لا أجبت، حول ولا قوة إذن الا أجبت، بالله. اسمعني اسمعني، انت سألت السؤال فانا هجاوبك. انت تقول، أنا عفوا، انت لما بيجي لك شيعي بتقول له ان الارضاع عن طريق الاناء عندنا، لكنك انا ما بسكتش على كده. يعني انا عمري في حياتي ما جاوبت على مسألة ارضاع الكبير من عندنا احنا بس، لا، بقول له طب حضرتك بتعترض على ارضاع الكبير ليه؟ هل هو لان مثلا عيب ان الواحد يلتقم ثدي امراه فده المساله دي عيب؟ طيب هي عندنا دلوقتي مش بيلتقم ثدي المراه ولكن بتدي له في اناء، طب انت لو انت جاي بتقول لي ان ده عيب، فانت عندك الواحد بيرضع من الكبير وبترضع من الصغير وهو بيرضعها وهي بترضعه وهي بترضعه من كل مكان، وهو بيرضعها من كل مكان عن طريق زواج اسمه زواج المتعة وبس، مش المرأة المتزوجة بس كمان، ده ممكن المرأة البكر كمان، المرأة البكر. فشوف أنا بقى برد منين؟ برد من الكتب بتاعتك. فلو سمحت أنت عايز ترد حاجة تردها من كتبي أنا مش من كتبك أنت، لأن كتبك ليست ملزمة ليا، أنا أطرح الشبهة من كتبك أنت، لكن أنت لما تيجي ترد ترد، سيبك من كلام الحمير، كلام الحمير لا ينفع ولا يضر. اللي يجي يقول لك وليد ايه؟ اسمع انت بتتكلم اخي، في الكتب الشيعيه، اه بتكلم، يبقى الرد يكون شيعي. طب انا مالي؟ انا بطرح عليك شبهه من كتبك، يبقى ما تردك، ما فيش حاجه اسمع، اسمها تردها من كتبك، انت ردها من كتبي انا. اتفضل. اسمعني اسمعني، انت الان صار تكلمت من باب الانصاف، بس تعطيني دقيقه اوضح فكرتي بدقيقه. لا خاطئ، اولا انت هذا مثال خاطئ، مال انت تطرح من كتبي واني اجاوبك من كتبي، لماذا؟ لان الملاحده ليس لها اي كتاب، لا تؤمن باي كتاب، عندما يجيك تضطر تجاوبه من كتبك، هذا عين الصواب لا عندما يا باشا، تاخذها من كلام خطأ برضه، الكتاب. لا كلام خطأ. لا، أنا لما بيجي شنو لي ملحد، لا يا باشا، أنا لما بيجي لي لا ملحد ما بقولوش قال الله وقال الرسول، لما بيجي ملحد بضرب له أمثلة على أرض الواقع،
تمام، بضرب له امثله على ارض الواقع اللي هو بيهتم بيه، بتكلم في الجغرافيا وبتكلم في التاريخ وبتكلم في كل حاجه، ما بقولوش لا كتبي بتقول كده والقران بيقول كده. طب ما هو لا يعترف بالقران ولا يعترف بسنه ولا يعترف باي لا حاجه، لا، فبدي له امثله من الواقع. وليد لا تقاطعك، كمل مثالي. لا أولا اله الا، مش كلامك انت يا ابني اللي بتقول انت لما بيجي لك ملحد بتكوي؟ المهم دلوقتي خلينا، انا لا اقتنع بكتبك، انا طرح شبهه عندك في الكتب. شبهة من كتبي، تمام، أنت انا طارح شبهة شارح من كتب. كتبي. بص بص يا ابني، بص يا ابني، انا شارح شبهه عندك في الكتب، عندك رد عندي؟ عندك رد عندي؟ إيه عندي؟ اسمع جوابي، طب اسمع اتفضل جوابي. حضرتك، رد من عندي مش من عندك انت، اتفضل. بس لا تقاطع، بس اعقب على كلامك، لا تقاطع وردك. اولا عندما يجيك ملحد وانت ما راح تقدر تلزمه بالجغرافيا، لان عندما يقول لك لماذا عائشه مثلا فعلت هذا الشيء، تقول لها لان الله في القران امرها، واذكرنا ما يتلا في بيوتكن. اذا لا يا روبت من باشا، لا كتاب مش هرده القران، كده، انا ما بردش الملحد كده، ما تتكلمش لا على اذا قال لك لساني، عائشه ايش قال اسمعني بس، الرجال، شو يعني قال؟ اسمعني بس، اسمعني، انا اديك مثال، اديك مثال. يجي لي واحد ملحد يقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندكم اتجوز اكتر من 4 واتجوز 9 ووصلوا كمان ل 12، تعرف ارد وبقول له ايه؟ لا انا جاوبني على لا اذا لا قال لا، لك انت انه ما انت عاد اللي طرحت بقضايا المسألة، فعلت. انت اللي طرحت المسألة، تعرف برد عليه بقول له ايه؟ لا بقول له قال الله، ولا بقول له قال الرسول، ولا بقول له لا ده موجود عندنا صحيح ولا غيره صحيح. بقول له حاجة واحدة بس، طب انت عندك مشكلة في مثلا ان الراجل يتجوز اكتر من امرأة؟ يعني عندك مشكلة؟ طب عندك انت مشكلة مش في الجواز بس، انت عندك مشكلة اصلا ولا عندك قانون بيضبط ان الراجل يتجوز؟ لا بلاش يتجوز، الجواز دي عندنا احنا. عندك اصلا قانون بيضبط ان الراجل يزني مع امرأة او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 10؟ عندك قانون اصلا بيضبط المسألة ديت؟ فبابه تسقط، ما يقدرش يقول لي بتاع دوت. لكن انا ليست هذه شبهتي، شبهتي اذا جاء لك رجل وقال لك مثلا ان رجلا نزل بعائشه، ماذا يا ترد؟ عم ولو ايش راح حتى تقول لي؟ افترضنا، اسمعني بس، هرد عليه، انت مال امك؟ هقول له انت مال امك نزل بعائشة؟ وانت عندكم قانون بيضبط رجل نزل بعائشة ولا رجل برجل نزل برجل؟ ده انت هذا عندكم رجل الراجل دورين اسمعني الايميل. بس، ده انتوا عندكم الراجل بيعمل مع الراجل، المرأة بتعمل مع المرأة، والجماعة بيعملوا مع الجماعة، والدنيا بزراميط. لما انتوا ما عندكوش حلول تعالوا اتعلموا منا، يعني ما عندكوش حلول تعالوا اتعلموا منا. تمام، هذا اسمع بس اسمع، هذا شكرا رد ليك، طلعت الأنبياء، عيل فارغ. اسمع يلا هذا رد يلا يلا الأنبياء يلا يلا ومزورين. يلا 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 يلا، روح اتعلم يلا وبتعالى. نعم خلاص طيرته خلاص، وانا افضل استناه يقعد يقول لي الحكايه والروايه.